دونك نمشي لي الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، ولا هو نقاش على ما حدث، حول ما حدث عفوا في البرلمان التونسي وعلى الساحة السياسية مؤخرا. دونك نحكي على اللائحة اللي أثارت نوع من الجدل. بون مش جدل كبير، احنا كيفاش نحكيو عليها توا مش معناها كونها لائحه مهمه وكونها لائحه عندها اثر او كون لائحه عندها من الاهميه ما يخلينا ان نحكيو عليها، مي بويسكو صارت اللائحه هذه ومرت للتصويت، دونك يلزم ان نقفوا عند اللائحه هذه والفحوه نتاعها. اللائحه هذه مش تقول قدم بها سيف الدين مخلوف رئيس كتله ائتلاف الكرامه بالمجلس، طالب باعتذار رسمي من دولة فرنسا لدولة تونسية ولتونس على حسب ما يقولوا هما الانتهاكات وإلى آخره قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. والحاجة اللي جذبت انتباهي أكثر في اللائحة هذه كونها طالب بتعويضات، يعني حكاية التعويضات ماناش خارجين منها، تعويضات مادية طبعا مش تعويضات رمزية ولا عندها بعد رمزي او اعتذار ولا بعد اعتباري، لا تعويضات مادية. يظهر لي الخزينة متاع الدولة كي فلست في التعويضات ما عادش عندهم الناس هذوما منين يجيبوا تعويضات اخرى باش يتعداو يفلسوا خزائن متاع الدول الاخرى. والله اذا كانت تقول لي مثلا طالب فرنسا بالاعتذار على الجرائم اللي قامت بها قبل الاستقلال متاع تونس، احنا بيدنا اول من يدعم القائمة هذه، واني واحد من الناس اول من ندعم القائمة هذه وندعو الناس انهم يدعموها، لانه صارت انتهاكات فعلا وصارت جرائم بشعه فعلا اثناء فتره الاحتلال واثناء فتره الاستعمار. اما انه تجي لائحه ما تحطش ما تذكرش فيها على الاقل رموز الحركه الوطنيه باسمائهم، ما تردش الاعتبار لمؤسسي الحركه الوطنيه والحركه الدستوريه الحزب الحر الدستوري الى اخره، هذه قائمه عندها اجنده، بما انه ما ذكرتش حتى تاريخ استقلال تونس، معناها ما تستعرفش حتى ب 2 مارس تاريخ 2 مارس، دونك اللائحة هذه عندها وراها أجندة بوليتيك. يقول صاحب اللائحة هذه ولا قدمها لما تسأل، يقول كونه هو حاليا في المعارضة وما ينجمش ينفذ حتى شيء من البرامج اللي وعد بها الناخبين نتاعو، إلا أنه بالآليات الموجودة عنده هو في المعارضة حاليا، هذا أول برنامج نتاعو انتخابي اللي هو باش يجيب للتوانسة اعتذار من فرنسا، إلا أنه هنا شفنا النتيجة ما جابش اعتذار من دولة فرنسا. دونك هو بطبيعة ككتلة برلمانية، أي كتلة برلمانية من حقها أنها تتقدم بلائحة يشوفها مكتب مجلس نواب الشعب ويعطيها على التصويت وعلى النقاش. اللائحة هذه والملابسات اللي صارت تو هذه تقريبا عطيت فكرة باقتضاب على اللائحة هذه وشنو تقول وشنو تحب. اللائحة هذه ساعة شنو حطوها في إطارها الزماني قبل كل شيء، جات بعد أسبوع من اللائحة اللي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، ولا تدعو رسميا البرلمان التونسي لتبيان موقفه تجاه القضية الليبية ولعدم الاستفاف، تدعو وتسائل رئيس البرلمان التونسي للتجاوزات اللي شفناها الكل من طرف رئاسة البرلمان التونسي، تجاوزات معناها على مستوى الخارجية التونسية، الاتصالات المريبة، الزيارات المريبة لرؤساء دول أجنبية عندها دور كبير في ليبيا إلى آخره. دونك اللائحة هذيك عملت أثارت جدل كبير وتحصلت على 94 نائب، هذه اللائحة اللي تقدم بها الحزب الدستوري الحر. بعد أسبوع كتلة ائتلاف الكرامة تقدم لائحة، وكأنه فما في الساعة شكلا فما فوسكوبي، معناها هذه عملت لائحة دونك كان نعمل لائحة في الاتجاه المعاكس بعد أسبوع. اللائحة هذه جابت تقريبا 75 صوت مع اللائحة هذه. وقداش من صوت رافض تقريبا؟ 46 صوت محتفظ و 4 صوتوا بالرفض. هذايا تقريبا نتيجة التصويت اللي صارت على اللائحة هذه، وبقيت النواب طبعا متغيبين. لهنا فما شكون يقول حركة النهضة من الأول تم ترويج كونه حركة النهضة موافقة على اللائحة هذه وتتبنى الفكر هذاك وتطالب باعتذار من الدولة الفرنسية، إلا أنه ما راعنا كان حركة النهضة ما صوتتش على اللائحة هذه، أو فما يمكن بضعة نواب من حركة النهضة اللي صوتوا على اللائحة هذه واشترهم متغيبين واشترهم متحفظين. دونك لهنا برشا ناس تواجهت برسالة لسيف الدين مخلوف ولائتلاف الكرامة، لأنه برشا زملاء ونواب صرحوا تصريحات إعلامية قالوا له هو باراشوك حركة النهضة، وشفنا حتى المواقف نتاعو هو كلها مساندة لحركة النهضة ومؤيدة لحركة النهضة وكلها داعمة لرئيس البرلمان ولسياساته، وشفنا حتى تدخلاته في اللائحة نتاع الحزب الدستوري الحر نتاع المرة اللي فاتت نتاع تركيا إلى آخره، دونك تدخلات كانت واضحة في صف رئيس البرلمان التونسي.
هنا هو حر طبعا انه يستف في اي معناها جانب من الجوانب السياسيه الموجوده في البرلمان، الا انه لهنا هل فهم ائتلاف الكرامه معناها بعد هذا الكل كونه بالحق باراشوك حركه النهضه. حركه النهضه حسب ما يقول العديد من المحللين السياسيين تكور به. حركه النهضه وقت الصحيح ما يلقاهاش. حركه النهضه لا صوت لها هو في قداش من مناسبه ولا وقف معها ولا كان فما ثنائي فقط ديو. فما حركه النهضه ائتلاف الكرامه. العديد من المحللين ايضا السياسيين يسميوها الجناح المسلح لحركه النهضه، كتله ائتلاف الكرامه. وهنا الاستاذ عماد بن حليمه ديما كل ما تذكر ائتلاف الكرامه يقول هذاك الجناح المسلح مسلح لحركه النهضه. باهي كل حد كيفاش يشوف ائتلاف الكرامه هي ظاهره، ومع العنف كميه العنف الرهيبه داخل البرلمان التونسي وتحت قبه البرلمان التونسي، العنف اللي صار من طرف النواب نتاع ائتلاف الكرامه وتصريحاتهم المثيره للجدل على مواقعهم الرسميه وعلى صفحاتهم. شفنا النائب عبد اللطيف العلوي يهدد بالتصفيه معناها في تدوينه رسميه على صفحته الرسميه، وحكينا فيه الموضوع منذ اسبوعين. راشد الخياري اللي استقال من كتله ائتلاف الكرامه شفناه شنو عمل او لامس في البرلمان، يعني الاتهامات اللي طالت الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه كالعاده التهجم. يعني في بالي اللائحه هذه وقعت على اساس باش طالب باعتذار رسمي من دوله فرنسا، شويه ولات لائحه لمحاسبه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه ولاتهامه بابشع التهم وابشع النمط. هنا نحب نتوجه برساله قبل نعطي الكلمه لزميلي باش يحلوا اللي صار في الجلسه هذه وباش يعطيوا مواقفهم من اللائحه هذه. نحب نتوجه برساله لبعض اصحاب النفوس المريضه، مش باش نقعدوا نعاودوا نكعروا ونحكيوا على انجازات الزعيم بورقيبه وانجازات دوله الاستقلال، الا انه تنجم تقبل نقد. هو بورقيبه بشر في نهايه المطاف، والبشر يخطئ ويصيب، يعني والعمل البشري هو عمل نسبي ليس عمل مطلق. مش باش تلقاها 100% معناها الانجازات نتاعو كلها صحيحه وعمل كان الباهي، لازم باش تلقى نسبه من الباهي ونسبه من الخايب ونسبه من الاخطاء ونسبه من الصحه. ليس اله بورقيبه الله يرحمه، الا انه بورقيبه بفضله تاسست الدوله التونسيه، وبفضله الناس هذه تعرف تقرا وتكتب. وفي البرلمان حاليا وخاصه النساء منهم، الا كانت النساء في العالم العربي كنا معناها بالقانون في الدول نتاعهم وبالتعسف وبالاستبداديه نتاع الحكام ما كانوش ينجموا يقراوا، ما عندهمش الحق حتى باش يدخلوا للمدارس وحتى باش يخرجوا للشوارع. دونك فضل بورقيبه مش احنا باش نجيو نحكيو عليه تو ونعاودوا نكعروا، حكينا فيه برشا مرات، لانه نجم نقبل نقد من عند انسان نظيف، من عند انسان ما تحرش ببنيه عمرها 15 عام في مكتب نتاع حزب سياسي، من عند انسان ما عندوش قضايا نتاع ارهاب، من عند انسان ما تلصصش على ثكنات عسكريه وخرج اسرار الثكنات العسكريه والحرس الوطني لاطراف اجنبيه، ما عند انسان وطني نجم نسمع النقد هذا ونجم نقراه ونبني عليه ونجم حتى نراجع روحي ونراجع المعلومات اللي عندي ونراجع التاريخ اللي قريته. اما كيف تجي مع عند ناس عندها شبهات تطرف، وناس عندها شبهات ارهاب، وناس ما سلمش منها امن بلادها، وناس ما سلمتش منها الثكنات العسكريه وثكنات الحرس نتاع بلادها، وناس تخابرت مع اطراف اجنبيه، وناس باعت اسرار بلادها، الاسرار الامنيه نتاع بلادها باش الارهاب يرتع فيها، وناس حمات على الارهاب والناس اللي نفذت العمليه هذه وترشقت الجنود وترشقت الامنيين ودمرت البلاد هذه. دونك هنا النقد يولي معناها اصل باش تغزر لهم، تولي كانك اعطيتهم قيمه اكبر. هذاك علاش مش باش نجاوبهم باكثر من الكلام هذا. نحب نقول لهم في الختام، راهي فترتكم ماهيش طويله برشا، ودخلتم التاريخ من اصغر الابواب نتاعو والى مزبلته مباشره، ما تعديتوش بحتى بلاصه من التاريخ هذا، ما تعديتوش بحتى سلم من التاريخ هذا، بالعكس هبطتوا دخلتوا للتاريخ من بابه الصغير وهبطتوا في الزبله نتاعو طول في مصب الفضلات والنفايات، وهذا خلده التاريخ. والاعمال نتاعكم والافعال نتاعكم وما تسببتم فيه من دمار للدولة التونسية ومن نشر لفكرة التطرف والإرهاب والمدارس القرآنية اللا مشروعة والمدارس القرآنية اللي خارج سيطرة الدولة اللي انتم دعمتوها والرقاب اللي دفعتوا عليها وغيره، راهو جاي نهار باش تتحاسبوا عليه الكل، راهو جاي نهار وسيفتح القضاء الملفات بجدية، راهو جاي نهار وسيدفع الثمن كل من خان تراب البلاد هذيا وكل من تسبب في نشر الفكر المتطرف والفكر الإخواني في البلاد هذيا وبث السموم نتاعو لأطفالنا. كما قال عبد الفتاح مورو في وقت ما، ما حاشناش بهم حاشتنا بصغارهم، وهذا اللي شفناه مدرسه الرقاب وغيره هو ارض الواقع نتاع الكلام اللي قاله عبد الفتاح مورو في وقت ما، اللي هما كلهم يصبوا في نفس المصب
الاسلام السياسي اللي هو آفة كبرى على تونس وعلى الشعوب العربية وعلى العالم ككل. ولا ان شاء الله قريبا ان شاء الله احنا عندنا امل كبير في الشعب التونسي كونه بعد هالعشرة سنوات متاع سواد ودمار شامل على كل الأصعدة يظهر لي عرف يميز، اخيرا عرف يميز بعد جزء او ثلاثة تجارب ديمقراطية وانتخابات ونزيهة وشفافة الى اخره، يظهر لي تو عرف يميز. وان شاء الله في المرة القادمة اذا كان وصلنا للمرة القادمة طبعا من غير تغيير متاع نظام حكم يعني فجئي ولا الله اعلم على شنو باش يصير في البلاد، دونك ان شاء الله يوصل يعرف يميز في المستقبل المواطن التونسي. هكا نكون كملت التقديم بتاعي ونخلي الكلمه.